أنا ميرات السكري، مدربة التقنية للراحة النفسية. النهاردة أنا عايزة أعلمكم بقى تعرفين على إن إزاي الواحد يلتزم بالرجيم اللي عنده. لأن في ناس كتير ماسكة الرجيم وعايزة تمشي عليه، وطبعا بيبقى في حاجات مضايقاهم فيه جدا، وإزاي إن أنا ألتزم بيه. بيسموها ستيكينج تو ميل بلان. أنا حابة أوريكم برضه. اللي ما يعرفش يعمل تابنج بس يبص على اللي أنا بعمله ويعمل زيي، وبعدين يرجع للفيديوهات القديمة المحطوطة كتير قوي على اليوتيوب، يبص على إزاي إيه هو تغذية الراحة النفسية. كمان ممكن تدخلوا على الويب سايت بتاعتي TTAPT دي تالر رايلا كونتري، دي المؤسسة بتاعتي، اللي هي ازاي الواحد هيبقى شامخ لما يغير حاجات كتير من نفسه. واحدة منهم طبعا لو احنا الواحد عايز يعني يخفف من وزنه، يعني او يفرج عن الوزن الزيادة ده، ما تحبش نقول يعني مش عايزين نقول نخسس، لان يعني المخ لما بيسمع نخسس بيزعل، يقول لك لا احنا كل حاجة راحت دي، احنا نقول نفرج عن، لما بتفرج عن حاجة انت مش عايزها تاني. الانجليزي بنقول ريليس، وي وانت تو ريليس ذا ويت، عايزين نفرج عنه خالص مش عايزينه تاني. فالنهارده انا عايزه كان، فافرضي ان انت قررتي مش تستعملي بقى، احنا عندنا ممكن نخس بالاي اف تي طبعا، بس افرضي ان انت عندك وزن كتير وعايزه تسرعي العمليه، ويمكن حاسه لا لازم تعملي رجيم، وعندك رجيم ماشي عليه، او عندك رجيم ماشي عليه وعايز تلتزم، يعني لو اوقات كده بعد كام يوم الواحد يبقى مش قادر يبص على الرجيم ده، نعمل ايه؟ فانا هعمل حاجه النهارده ونشوف. هنبدا مع بعض. اول حاجه دايما بنعمل ريتنج، نشوف انا متضايقه قد ايه من الرجيم اللي الراجل الدكتور مديهولي ده اللي انا ملتزمه بيه. فانا هبص عليه كده، 7، انا متضايقه 7، مش قادره امشي عليه خالص، بقى لي اسبوعين عليه مش طايقه. وابتدي اشوف، هنبتدي بالسيت اب ستيتمنت او الجمله اللي بنقسم بيها الشغل دايما وبنقولها هنا، بالرغم ان انا مش قادره اكمل على الرجيم ده، مش قادره، انا بحب نفسي، بالرغم ان انا مش قادره التزم بالتعاليم بتاع الرجيم ده او التعاليم بتاع طريقه الاكل دي، انا بحب نفسي، رغم ان انا مش ارجع خالص التزم بتعليم طريقه الاكل دي، انا بحب اتقدم. المشكله هنا ان انا مش قادره اكمل او مش قادره التزم، فانا هاخد دي بيسموها الجمله اللي بنفكر نفسنا بيها، هشتغل دي، هبتدي هنا من اول الحاجات، وهبتدي اقول مش قادره اكمل التزم، مش عايزه، مش عايزه التزم، مش قادره، انا عايزه اكل اللي انا عايزه، انا مش قادره اكمل في الحرمان، مش قادره اتحرم، وكمان الاكل ده مش مكفيني اصلا مش مكفيني، مش بيعمل لي، مش بيريحني، مش بيعمل لي ساتسفاكشن، مش بيمليني، مش بيملي بطني، الاكل ده الكميه دي اصلا كفايه انا استحملت كده، مش مكفيني، ما بيعمليش ساتسفاكشن، ما بيخلينيش حاسس ان انا خلاص مليان، مش بحسسني ان انا مرتاح، حسسني ان انا مرتاح. الاكل ده قليل قوي اصلا، الاكل ده قليل، حاسس ان انا عايش على الاكل ده، حتى لو قعدت وعملت فترة بعد كده مش هقدر، هتبدأ يعيش على الكميات دي، كميات قليلة أوي، الكميات دي اللي متكفينيش، الكميات دي أصلا متكفينيش، الكميات دي متكفينيش، الكميات دي متكفينيش، لا أنا مش قادرة على ده، مش عايزة أكمل على ده، مش قادرة أكمل، كله كمان ده متقيل، صراحة كل الأكلات اللي كده مات فيها، مش عايزة أكل، وأنا هنا عمالة أقول كل الحاجات اللي ممكن تخطر على بالك، وأنا عايزاكي تقوليها. ما تفتكريش لما تقولوها ان ده معناها ان ده بيحفظ المخ الكمنتي ده الاحساس، لا بالعكس، هو كده كده مخك اللي ورا عمال يقول ده كله، انا عايزه اطلعه بقى، نطلعه للصفر، نطلعه لقدام عشان نعرف نناقش معاه ايه الحكايه. محتاج خلينا نتكلم بقى في الكميه، خلينا نكمل الاول بعدين نتكلم شويه. ده مش مكفيني، مش مكفيني خالص، كفايه عليا، مش بحس اني بشبع، عمري ما عرفت اشبع بالاكل ده، مش شبعانه كده، حاسس اني جعانه، عايزه حاجه تانيه، اكيد ده مش كفايه، مش عارفه اعمل ايه، مش عايزه اكمل، مش قادره اكمل. لغايه هنبدا نطلع كل اللي جوانا ده لغايه ما نهدى شويه، يعني الرقم يكون هدي، مش 7، مش 10، يمكن 8، يمكن سوري يمكن 5، يمكن 4، عايزين نوصل للخمسات. تيجي ممكن اقول ايه؟ هو مش وحش قوي يعني، والله الأكل كويس اللي فيه، يعني أكيد مدروس، يعني أكيد مش أكل، ليه لأ؟ مش وحش، أنا مالي قلبت عليه كده، ما أنا بقالي فترة بأكل، مفيش مشكلة، مش وحش التنوع اللي فيه، لأ ده فيه كذا حاجة، أنا ليه باصص له كده؟ أنا ليه بص له كده؟ أنا ممكن أحاول فيه بس، أبص عليه. هو ليه انا عمال اقول ما يكفيش ما يكفيش وانا مش شبعانه؟ وفي حاجه تانية مش مكفياني في حياتي،
تانية مش عارفة أشبه بيها الكلام. وإيه اللي بيديني الإحساس ده؟ إن أنا مفيش حاجة تشبعني، إن ما يكفينيش الوقت اللي هو ده. والأسئلة دي وإنتي بتسأليها ممكن تفتح لك إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل إن أنتي الاهتمام والاعتبار دي مش راضية عنها؟ وكمان لو أنتي حتى مش على الجيم بتاكلي في أي حتة بتاكلي بزيادة أوي، تعرفي ليه انت حاسه انك مهما كنت مش شبعانه؟ ايه اللي حاصل جواك؟ فانا ابتديت بالمشكله الاساسيه ان انا مش قادره امسك الريجيم ده واكمل، وبعدين حاولت شويه لانه هو المخ اصلا هيحاول معاكي، هيبتدي يجي على بالك حاجات، هيبتدي يفكرك او يقول لك. وحلو الواحد يسال نفسه ايه الكلمه اللي تطلع من بقك، دوري على معناها ايه. انا مثلا قلت مش شبعانه، مش عارفه اشبع بالكلام ده، مش مشبعانه. أبحث بقى ليه بقى كمان مش مشبعني في حياتي؟ ايه اللي محسسني ان انا مش واخدة كفايتي؟ ودي من حاجة حلت كذا لفة كده، وممكن ارجع تاني لنفس الكلام، لا الجيم ده صعب قوي عليا، مش قادرة، مش قادرة استمر عليا، مش قادرة استمر عليا، الجيم ده صعب عليا، الجيم ده صعب عليا، الجيم ده صعب عليا. اخد نفس واخد مية، بعدين هنشوف، وبعدين ممكن نكمل. هنكمل لفة تانية نقول كلام تاني دلوقتي. فممكن نقول مثلا رغم ان انا دايما حاسس ان انا جعان، خلي بالكم الموضوع قلب دلوقتي. دلوقتي هو كان الاول مش طايق الجيم، او انا مش طايقة الجيم، جه على بالي بس اقوله لا، فانا بقى على طول حاسة ان جعان. انا ادوني ايه؟ ادوني اي رجيم، اي لستة اكل اكله مهما كان حاسة ان جعان. طب انا دايما حاسة ان انا جعان، انا كويس ولو ان انا على طول حاسه بجوع، اسفه انت كنت شايفه، انا كويس ولو ان انا على طول حاسه اني جعانه، انا كويس. ممكن ببساطه دي انا جعانه، انا على طول جعانه، مش بحس اني بتمل، مش بحس اني بشبع، على طول جعانه، على طول جعانه. كل اللي بتعملي ده وتقولي الكلمه دي حده الاحاسيس دي بتنزل، خصوصا لو اتكررت، خصوصا لو كل مره اشتغلتي لغايه ما بقت سي، وخصوصا لو كل مرة اشتغلتي مع حاجة زي كده اللي هو أنا جعانة، ما بحسش إني بشبع. كل ما جه على بالك حاجة كتبتيها على جنب عشان تشتغلي عليها في التانية في اللي بعديها، زي ما أنا خدت بقى من حاجة خدت إيه، أنا ما بشبعش. كل مرة هتكتبيهم بعد فترة هتستغربي، هتلاقي نفسك بتحسي لوحدك في حاجة بتحصل. شهوتك للأكل عموما قلت، يعني أنا بشتغل مع الناس في وقت بسيط جدا كده حاجات غريبة بتحصل. انا امبارح رحت ريستوران مع جوزي ومش عارفه ايه، والطبيعي ان انا اطلب كذا وكذا، بس انا ما حسيتش اني قادره اكمله، انا ما حسيتش اني عايزه اطلب اصلا، وانا مش عايزه اتكلم، انا لان كلامي انا ممكن اتكلم هنا لغايه اخر السنه وتقولوا اه ماشي. لا انا ده كنت اتكرر كرهوا، بس ده مش حاجه تانية. امسكوا الفيديو ده اعملوه كذا مره وراقبوا نفسكم، شوفوا ايه اللي حاصل في الاكل، شوفوا ايه اللي هيجرى، وقولوا لي يعني اكتبوا لي تحت ايه اللي حاصل معاكم، ولو عندكم اسئله ابعتوا لي. وطبعا ممكن تدخلوا على الايميل بتاعي موجود على الويب سايت اللي انا قلتها في الاول، هقولها تاني تي تي اي بي تي طالب انا بانتري، دي الحروف بتاعت طالب انا بانتري. شوفوا ايه من هنا ناخد الجسم اللي احنا بنحبه. ميرسي.